تقدمت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بالتهنئة لمصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وخلال لقائها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وجهت ميلوني الشكر لمصر على المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات المؤتمر، مؤكدة تطلعها لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيدة بالاتصالات والتنسيق المتواصل مع الرئيس السيسي، وهو ما انعكس على إضافة زخم للعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا. ومن جانبه وجه رئيس الوزراء الشكر لميلوني على دعوتها لمصر للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى الأهمية البالغة لملف الهجرة في مصر. كما نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا وتطلع الرئيس لزيارتها المقبلة لمصر من أجل البناء على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.